صباح الخير اهلا بيكم في فيديو جديد طبعا دي مسقعة والمفاجأة انها دايت احنا كلنا مش عارفين ناكل المسقعة خالص في الدايت لكن معايا انا هخليكي تاكليها وانت مطمنة وهنعملها من غير ما نقليها في الزيت اول حاجة انا عايزة طبعا لايك للفيديو أه بجهز الصلصة اللي هنزل فيها البتنجين طبعا زي ما انتم شايفين انا شوحت التوم وبعدين الفلفل طبعا رومي او الوان واحنا مقطعينه تمام بعد كده هعمل ايه بعد كده هحط ملح وخل زي ما انتم شايفين وضربت قوطه في الخلاط زي ما انتم شايفين كده حوالي نص خلاط عشان انا كنت عامله كميه كبيره من البتنجان حوالي اه اتنين كيلو ونص حطيت بس كزبره وسبتهم ايه على النار يغلو بعد كده خرطت البتنجان زي ما انتم شايفين كده وجبت صينية الفرن الكبيرة خالص اكبر مقاس ورصيت فيها البتنجان ورشة الملح وبزيت جوز الهند وهبتدي ان انا بالفرشة كده زي ما انتم شايفين بسيط خالص ادهن البتنجان وهدخله فرن على حرارة عالية اول خمس دقايق بعد كده هوطي الحرارة وأسيبه يستوي براحته ، بعد كده بطلعه بعد ربع ساعة أقلبه على الناحية التانية كده زي ما احنا شايفين علشان أضمن ان هو من الناحيتين يكون استوى زي ما انتوا شايفين استوى هبتدي انزله في الصلصة اللي انا عملتها بتاعت المسقعة يبقى احنا كده عملنا المسقعة من غير آلية عملناها في الفرن وطلع طعمها ما يفرقش حاجة خالص عن المسقعة اللي بنحمرها في الزيت بل بالعكس احلى ودايت طعمها حلو خفيفة زي ما انتم شايفين شكلها والبتنجانة طرية ازاي نفسي تجربوا الوصفة دي بجد تحفة وهتعجبكم صحية جدا جدا شايفين بقى من غير اي حاجه ما حطيتش اي حاجه وعملتها بمعلقتين زيت جوز هند بس ده شكلها النهائي اتمنى الفيديو يعجبكم وتعملوا لايك واللي لسه مشتركش في قناتي يشترك باي باي